يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه وبدايه الويك اند، يا رب تكون اجازه جميله على حضراتكم جميعا. طبعا النهارده احنا امام حدث مهم للغايه، وهو تركيزنا الاكبر في حلقه 90 دقيقه النهارده. بنتكلم طبعا، واكيد حضراتكم متابعين معانا، القمه العربيه في دورتها 33 لمجلس جامعه الدول العربيه بتنعقد في مملكة البحرين. القمة دي بتأتي في توقيت تاريخي، توقيت دقيق وفارق في عمر الأمة العربية اللي بتواجه الحقيقة تحديات كبيرة للغاية، والنزاعات ربما تشتعل في كتير من الأماكن في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها بالتالي على كل الدول العربية تأثيرات كبيرة للغاية. ولكن في صدارة اهتمام الدول العربية والقادة جميعا والقمة المنعقدة في البحرين لأول مرة، طبعا القضية الفلسطينية وتداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمتواصل لثامن شهر تقريبا، أو داخلين على ثامن شهر في حرب كلفت طبعا أكثر من 120 ألف من القتلى والمصابين، زي ما بيقول النهاردة رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في كلمته أمام القادة العرب. عفوا. أيضا القمة النهاردة اللي وضعت القضية الفلسطينية في تحدياتها الرئيسية، وركزت أيضا على كل ما يدور في قطاع غزة. خلينا نقول انه كانت هي محور كلمات معظم القادة العرب، بجانب طبعا اهتمامهم بكتير من القضايا الاخرى الملحة زي ما يدور في السودان، ما يدور في سوريا، ما يدور ايضا في الصومال، ما يدور في اليمن، وما يدور في ليبيا. طبعا محور كلمات القادة زي ما قلت لحضراتكم كان متعلق بالقضية الفلسطينية، وفي صدارتها كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت كلمة قوية حاول من خلالها وضع العالم أمام مسؤولياته والتأكيد على الجرائم البشعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإشارته إلى العجز الدولي الكبير في التعامل مع القضية الفلسطينية وازدواجية المعايير الدولية أيضا، وإشارته بشكل واضح إلى تأكيد مصر دائما ورفضها المتكرر لأي محاولات لتصفية القضية أو للتهجير القسري. أيضا معظم كلمات القادة والزعماء العرب، ويمكن على مدار حلقتنا هنجيب لكم كتير من الكلمات، وفي صدارتها طبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت بتركز على هذه الفكرة. أولا إيقاف الحرب بأي شكل من الأشكال لوقف نزيف الدماء. ثانيا عدم تصفية القضية ورفض التهجير القسري زي ما جاء في كلمات كتير من القادة وفي صدارتهم أيضا العاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد السعودي، وأيضا الدعوة لمؤتمر دولي بمشاركة أطراف دولية لحل القضية بشكل جذري وحماية الشعب الفلسطيني، ومرة أخرى وضع دولة الاحتلال أمام مسؤولياتها الجنائية والقانونية. خلينا أقول لكم أنه البيان الختامي جاء فيه مجموعة من النقاط المهمة، يمكن أبرزها ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع المفروض عليها الحصار. كمان نقطة أخرى كانت التأكيد على دعم منظمات الأمم المتحدة وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤوليتها بحرية وأمان. ويجب هنا الإشارة إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كان حاضرا، وكانت لديه أيضا
كلمة مهمة ركز فيها على ضرورة إنهاء الحرب والوضع الإنساني المتردي ونقص طبعا المساعدات اللي بيعاني منه القطاع. من أبرز كمان ما جاء في البيان الختامي هي إدانة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، أيضا الدعوة اللي أطلقها الرئيس محمود عباس أبو مازن مع بعض القادة العرب ومنهم ملك البحرين، وضرورة عقد مؤتمر دملي للسلام واتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ حل الدولتين، وأيضا دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للتوحد تحت مظلة منظمة التحرير. ده أيضا فيما يتعلق بأبرز الجوانب اللي جاءت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لكن أيضا كان هناك فيما يتعلق بسوريا ضرورة إنهاء الأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2022-54 والتأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية. نفس الكلام التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي الليبية والدعوة إلى خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وعدم التدخل في شؤونها، دعم الصومال أمام أي محاولات للتدخل والعدوان على أراضيها واستقلالها وسيادتها، وأيضا نفس الكلام يتعلق بجمهورية السودان والحفاظ على مؤسساته الدولية وفي طلعتها طبعا القوات المسلحة، ودعم الجمهورية اللبنانية في اختيار رئيس جديد وإنهاء حالة الفرقة في الداخل اللبناني. يمكن دي أبرز القضايا اللي جاءت في البيان الختامي. تعالوا بقى مع حضراتكم نشوف طبعا جزء من المؤتمر الصحفي اللي ألقي فيه أيضا البيان الختامي ونستمع لجزء منه ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. واعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إعلان البحرين والذي أكد على إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة، ودعا القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع. وأكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية، وأكد كذلك على عدالة وعلى عادة سموح تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ودعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. نروح أيضا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت من الكلمات القوية، وطبعا قال إن القمة بتنعقد في ظرف تاريخي دقيق بتمر بالمنطقة بداية من الأزمات والتحديات والحرب طبعا الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال ده إنه ده بيفرض علينا الاختيار ما بين مسار السلام والأمن أو مسار الفوضى والدمار اللي بيدفعنا للتصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. كمان الرئيس أكد إن التاريخ هيقف طويلا أمام هذه الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. كمان أكد الرئيس أن أطفال فلسطين اللي اتقتلوا وتيتموا منهم عشرات الالاف في قطاع غزة هتظل حقوقهم سيف مسلط على ضمير الانسانية. خلونا نستمع لكلمة السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس القمة العربية، الاشقاء اصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة، وأعرب عن التقدير لوجود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة. الحضور الكريم، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتموا، منهم عشرات الآلاف في غزة، ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة. بينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين. ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها. كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب. إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية، وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا أمام قادة زعماء الدول العربية أوجه نداء صديقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار. فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر، وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا
إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها أمال المستقبل فوق آلام الماضي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سافر إلى البحرين وفي جعبته العديد من الملفات المهمة ويحمل معه هموم المنطقة وطبعا أبرزها القضية الفلسطينية وما يحدث من إجادة جماعية في قطاع غزة. وننساش طبعا أن مصر كانت بتلعب دور الوسيط في الفترة الأخيرة وطوال الأزمة طبعا لمحاولة إيقاف الحرب، ده غير طبعا الدور الإنساني الكبير المتمثل في دخول طبعا والحفاظ على يعني أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني في ظل تعنت إسرائيلي واضح. خلونا نروح مباشرة للمنامة وبينضم إلينا على الهاتف الأستاذ أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار يوم. أهلا بك أستاذ أحمد، منور. أهلا بحضرتك يا أستاذ حسام، وتحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين في الوطن العربي. أهلا بك، وهروح معك طبعا. الرئيس سافر ولديه ملفات مهمة وملحة للغاية، وكلمة السيد الرئيس كانت بتحمل رسائل مختلفة النهاردة، لو ممكن تطلعنا على أبرز ما جاء من رسائل في كلمة سيادته أو من خلال اللقاءات أيضا اللي عقدها على هامش القمة. خليني أقول على رجل أستاذ حسام أن القمة النهاردة يعني بتنعقد في وقت حرج جدا 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 بيمر به الوطن العربي، ومش فقط في القضية الفلسطينية فحسب، ولكن هناك عندك أزمات في معظم الدول العربية المختلفة، ولكن القضية الأبرز وزي ما بيطلق عليها القضية الفلسطينية كانت هي موجودة على معظم طاولة الأحاديث بين القادة اليوم. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق في القضية الفلسطينية خلال مشاركته في القمة 33 في المنامة ارتكزت لجزء فيه تنبيه، نبهت الناس سواء المجتمع العربي او المجتمع الخارجي ان احنا اصبحنا في لحظة فارقة جدا بيتطلب من كل الاطراف المعنية اننا نختار اما ان يكون في سلام واستقرار او فوضى ودمار، لان الخاسر هيبقى الجميع خاسر وليس الفلسطينيين فحسب، ولكن فكرة دمار القضية الفلسطينية او ترك القضية الفلسطينية لما هي عليه الان وترك الاطفال الأبرياء يقتلون بمعدل كل ثانية بدون أي سمع لصوتهم أو للأزمة بتاعتهم، ده ثمن باهظ هيدفعه العالم كله. الرئيس أكد النهاردة بشكل واضح أن الإدارة السياسية الدولية لابد أن يكون عندها رغبة حقيقية في إنهاء الاحتلال ومعالجة جسور الصراع عبر حل دولتين. والنهاردة حل الدولتين ما أصبحش نوع من المطلب العربي، ولكن هو أصبح حل تقدر من خلاله الإقليم الملتهب يكون فيه هدوء. الرئيس النهاردة كان واضح في توجيه الاتهام لإسرائيل إن هي مستمرة في التهرب من مسؤولياتها، من إن هي بتراوغ في وقف إطلاق النار. الرئيس أكد النهاردة خلال كلمته على الموقف الثابت والراسخ لمصر فيما يتعلق بتصفيه القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين ونزوحهم قسريا. أكد الرئيس في نهاية كلمته النهاردة على بادرة بأن هناك تمسك بأمل بأن يكون في إعمال لصوت العقل لصوت العدل لصوت الحق. ده كان أبرز المحاور اللي اتكلمت عليها كلمة السيد الرئيس النهاردة. كمان أنا شعرت من خلال كلمة الرئيس أنه كان بيحاول يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وفكرة كمان العجز الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.
ده حقيقي، وما كانش ده مقتصر فقط على مجرد الكلمة، لكن النهاردة اللقاءات وتحديدا اللقاء عرضه السيد الرئيس اللي عمله السيد الرئيس مع الرئيس الفلسطيني أكد وبشكل واضح ولا يدع مجال لأي شك أو مجاملات دبلوماسية دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية. لقاءه اليوم مع العاهل الأردني أكد على التوافق المصري الأردني على الوقف الفوري لإطلاق النار. معظم اللقاءات الرئيس النهاردة بس ما كانتش مستقرة يعني متطرقة فقط على جانب الفلسطيني. كان الرئيس النهاردة لقاء مع الرئيس اليمني ومع الرئيس العراقي، أبدى تمسكه بوحدة واستقرار اليمن. خلال لقائه مع الرئيس العراقي أكد على ضرورة أن يكون في هناك تنسيق مصري عراقي لدعم واستقرار الأوضاع في المنطقة. نأمل أن تكون صوت القمة النهاردة واصل للمجتمع الدولي عشان يبقى عارف النهاردة أنه هو في الخسائر هيكون طرف مش هيكون مشاهد. يعني الخسائر المنطقة مفهوم. الوضع الراهن هو مش هتكون في المجتمع الدولي مش هيكون مجرد مشاهد ولكن هيتحول الى مشاهد. هو حذر من فكرة سياسة حفة الهوية وقال ان الحلول العسكرية لو تتخيل اسرائيل ان هي هتكون حل فبالعكس ده هيكون مزيد من الوبال علينا كلنا يعني على المنطقة كلها. ده حقيقي نقطة جوهرية أشار لها الرئيس السيسي النهاردة في جزئية أن لن يكون حل الوضع الراهن باستمرار العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين. استمرار مثل هذا الأمر لن يؤدي إلى استقرار حتى للإسرائيل أو للقضية في حد ذاتها، ولكن هو الحل السياسي اللي بيرتكز في الأساس على وجود حل دولتين إسرائيل إلى جانب فلسطين. حل بيرتكز على ضرورة وقف إطلاق النار، حل بيرتكز على فكرة ضرورة ضمان إدخال المساعدات للفلسطينيين ومنع المأساة اللي بتحصل مش هنقول بشكل يومي وإنما بشكل لحظي. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا الأستاذ أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، شكرا جزيلا كنت معنا من المنامة. نروح حضراتكم لفاصل ونرجع مرة أخرى نتواصل معاكم وكل زوايا القمة في 90 دقيقة. أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في رصد أجواء وختام وفعاليات القمة 33 لجامعة الدول العربية واللي بتنعقد في البحرين في دورتها رقم 33. يمكن هنروح دلوقتي لكلمات مهمة من القادة والزعماء ويمكن في صدارتها كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اللي أكد أنه قمة البحرين بتنعقد في ظروف استثنائية وسط العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة والعنف الأعمى اللي الدول العربية مش هتنساه على مدار تاريخها، وأكد أنه طريق السلام والاستقرار يقتضي منهج مختلف. كمان دعا إلى وضع مسار موثوق لا رجعة فيه لإعلان دولة فلسطينية وإقامتها على حدود طبعا المعترف بها
دوليا. وكمان دعا وإشارته الصريحة إلى ضرورة وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي فورا، ومطالبة المجتمع الدولي بمؤتمر دولي للسلام يحل الأزمة الفلسطينية من جذورها. تعالوا نستمع إلى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. هذه القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثا تاريخيا فارقا، ولن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص. وقد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة، وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فالاحتلال لا يمكنه الاستدامة سوى بممارسة التطهير العرقي وبالإمعان في فرض واقعه الغاشم بقوة السلاح. أما طريق السلام والاستقرار في هذا الإقليم فيقتضي منهجا مختلفا، يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، ويقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67. لكن للأسف ما رأيناه من الاحتلال عبر الشهور الماضية، وربما أيضا لعقود طويلة، يشير إلى أن الأوهام لا زالت تحكم التفكير، وأن تصورات القوة والهيمنة العرقية لا زالت تسيطر على السياسات. وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاء سياسيا بالذات مع بداية العدوان لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزا عن لجمها. إن النكبة التاريخية لم تمحو الفلسطينيين من الوجود، لم تخرجهم من الجغرافيا، ولم تشطبهم من التاريخ، فأبناء أبنائهم هم من يمارسون هذا الصمود الأسطوري اليوم على أرضهم في قطاع غزة وكافة ربوع فلسطين. إن التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا، مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، مرفوض ولن يمر. خلونا نستقبل مع حضراتكم الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون العربية في الأهرام السيد العزب الطيب الطاهر. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بك يا باشا. يعني فيما يتعلق، أولا أحب أخذ انطباعاتك إيه أو عن القمة المنعقدة في المنامة بعد صدور الإعلان الختامي، انطباعاتك إيه أولا؟ يعني أهم انطباع حول هذه القمة هي أنها كما قال الأمين العام للجماعة العربية أحمد أبو الغيط، أنها مضت بسلاسة ودون أي تعكير لأجوائها، لم تحدث أي خلافات أو تجاذبات، وذلك عكس القمم التي كانت تعقد في السابق. كانت تعقد هناك تصدر القرارات ولكن هناك تحفظات. هذه القرارات وهذا الإعلان صدر قبل قليل من القمة لم يرصد أي تحفظ عليه من قبل أي طرف. ثانيا هناك حضور ملحوظ من القادة العرب وأيضا وزراء الخارجية، كل وزراء الخارجية العرب شاركوا في هذه القمة، وده كان موضع يعني إعزاز من قبل أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. ثالثا أن البحرين لم تقف عند حد استضافة القمة، لكنها تقدمت بمبادرات بالذات فيما يتعلق ب تبني أو استضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، ولم تكتفي كما ذكرت بأن تكون هي يعني مستضيفة للقادة العرب. رابعا أن هناك إجماع عربي واضح على كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك ظهر بوضوح في كلمات القادة العرب وفي مقدمتهم كلمة عبد الفتاح السيسي، وكانت كلمة قوية وواضحة ومركزة. ثم القضايا الأخرى حظت باهتمام مثل السودان واليمن وليبيا وغيرها، لكنها
كان التركيز كما ذكرت على القضية باعتبارها أولا القضية المركزية للعرب، ثانيا وجود هذا استمرار هذا العدوان منذ أكثر من 7 أشهر على غزة، وهذا الكم من الضحايا بشرا وبنية تحتية وغير ذلك، وثم تهديد الأمن القومي العربي بشكل عام فيما يتعلق بتمدد جيش الاحتلال في رفح وسيطرته على الجانب الفلسطيني للمعبر رفح، وهو أمر بالغ الخطورة كما ذكرت على الأمن القومي العربي ثم على الأمن القومي المصري. طيب ده ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما الذي استوقفك أيضا فيما يتعلق بالقضايا الأخرى سواء ليبيا سوريا؟ أيضا كان في كلام محوري على الصومال ودعم كمان مرشحة طبعا أمانة الاتحاد الإفريقي، وأيضا فيما يتعلق بسوريا واليمن، يعني انطباعاتك أيضا عن القضايا الأخرى ومدى الاتفاق العربي حولها. يعني كما ذكرت هناك توافق عربي على هذه القضية، ليس في هذه القمة ولكن من قبل القمة فيما يتعلق بالأزمة السورية تحديدا. الرئيس بشار كان حاضر، يعني كان حاضر وهو لثاني مرة يشارك في قمم عربية أو ربما المرة الثالثة لمشاركة في القمة العربية في الرياض في نوفمبر الماضي، ثم في القمة العربية الإسلامية أيضا في الرياض، ثم في القمة الحالية. وعندما يعني طرحت مبادرة استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، كان هناك تصور عربي لإعادة سوريا لتكون جزء من المنظومة العربية وتخرج من عباءة أطراف إقليمية أخرى أثرت بالسلب على الأزمة السورية، ويكون في خطة معينة لعودة الأمور عما عليها. والآن كما رأينا في إعلان البحرين، هناك يعني تجديد على إنهاء الأزمة السورية ووفق محددات قرار مجلس الأمن 2254، وهذه المحددات بالغة الأهمية لأنها تتكلم عن انفتاح سياسي من الحكومة السورية تجاه المعارضة وإجراء انتخابات، ثم إعادة بناء الدولة السورية على أسس من المواطنة والتعددية السياسية وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تشكل امتصاصا لغضب فئات داخل المكونات السورية، ثم المحافظة وده ذلك أمر مهم على وحدة سوريا، لأن سوريا كما يعني يعلم الجميع هناك مقسمة الآن، هناك احتلال تركي في الشمال، هناك وجود تنظيمات إرهابية سيطرة أيضا على مناطق الشمال، وهناك الأكراد لهم حضور في أيضا في الشمال، ثم القوات الحكومية ثم الأراضي التابعة التي سيطر عليها الجيش السوري، والمحافظة على هذا على الوحدة السورية أمر مهم جدا في هذه المرحلة. ثالثا تكلموا عن العودة الطوعية للاجئين الموجودين خارج سوريا، ولكن في إطار المحافظة على يعني دون إجراءات تعرض حياتها من الخطر، لان بعض البعض عاد ثم تعرض للخطر في يعني في بعض المراحل. لبنان طالب كمان في القمه انه يعود اللاجئين لانه عم بيقول مشكله لبنان كبيره. لبنان والاردن لديهما يعني مئات الالوف ان لم تكن ملايين يستضيفوهم على ارضهم، وبالتالي ذلك يؤثر على يعني لبنان وضعه الاقتصادي سيء والاردن وضعه الاقتصادي سيء، وبالتالي هم ينفقون اموال على هذا الوجود، وإن كانوا يتم استخدام هذه العمالة أو هؤلاء اللاجئين في مشروعات تنمية وفي الخدمات داخل هذه البلاد، لكن المعضلة أن هذا الأمر يعني يتطلب رؤية شاملة من الدول العربية، خاصة أن هناك لجنة اتصال حكومية وزارية عربية لها دور ملحوظ، ولكن أنا يعني أطالب الحكومة في دمشق بأن تتفاعل مع المبادرة العربية لإعادتها إلى المنظومة العربية ومع محددات لجنة اتصال ومع قرار مكسام حتى يمكن إنهاء هذه الأزمة، وبالتالي انخراط في حوار سياسي كما يطالب الجميع بما فيهم الدول العربية لإنهاء هذه الأزمة وعودة سوريا، لأن سوريا واحدة من أهم من الدول المحورية في منظومة الأمن القومي العربي، وبالتالي يتعين على المختلف مكونات سوريا أن تتفاعل مع هذه القراءة أن سوريا ليست دولة عادية ولكنها دولة مهمة، وبالتالي يتم التوافق فيما بينهم لإيجاد حل هذه الأزمة التي طالت أكثر مما يجب، خاصة أن هناك محاولات لتغيير ديموغرافي وإعلان المنامة أو إعلان البحرين أشار إلى ذلك. أنا بشكرك طبعا أستاذ العزب الطيب الطاهر خبير الشؤون العربية وكتب الصحافة الأهرام،
شكرا جزيلا. نستمع كمان لكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، واللي تحدث طبعا عن فظائع الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية، ودعوته إلى مؤتمر دولي والسلام والاعتراف بالدولة الفلسطينية. أيضا تعالوا نروح نستمع لكلمة السيد محمود عباس أبو مازن. أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا في قطاع غزة. أكثر من 120,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا شهداء وجرحى، وأكثر من 70% من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دمرت بالكامل، كل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق، حيث استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات خلال هذه الفترة، 3 منها لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أما في الضفة الغربية والقدس فقد واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين. فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟ خلونا نستقبل محركم كمان الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور منور. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. أهلا بك. طبعا القضية المحورية في قمة المنامة كانت متعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهنا البيان الختامي دعا إلى ضرورة مؤتمر دولي يحل الأزمة من جذورها ويعترف بالدولة الفلسطينية على حدود وخط 4 يونيو، وكمان دعوا إلى وجود قوات حماية وحفظ السلام دولية تابعة للأمم المتحدة. كيف تنظر لهذه النتائج وإمكانية تحقيقها أو تطبيقها على الأرض؟ هو بالتأكيد طبعا هذه القمة هي قمة غزة وقمة رفح مع لباقي القضايا التي نقشت. أعتقد أنه ما تضمنه البيان الختامي هو تأكيد على الثوابت المتعلقة بإدارة المفاوضات بيننا وبين الجانب الآخر. في جزء مما جرى طبعا هو ارتباطه بعقد مؤتمر دولي. هذا هو المسار المهم في إطار الدعوة لمقاربة حل الدولتين. أنا في تأكيدي أن هذا الأمر يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى آليات، يحتاج لتولز أدوات للتأثير و القيام بهذا الدور، خصوصا انه فكره حضرتك حل الدولتين منصوص عليها وفق مقررات الشرعيه الدوليه، وفق قرار 2-4-2 و3-3-8 ومبادله الارض مقابل السلام وتنفيذ الاستحقاقات الخاصه بالقضيه الفلسطينيه. الامر الاخر هو انه يعني مرتبط حضرتك بالمرحله الانتقاليه. المرحله الانتقاليه هو وضع الاراضي العربيه الفلسطينيه المحتله تحت صيغة ائتمان دولي، بمعنى يبقى فيه مراقبة دولية، قوات متعددة الجنسيات وقوات دولية ليس لحفظ السلام فقط ولكن للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية، بمعنى عملية الاستيطان التهويد وغيره، لأن ربما المفاوضات تأخذ بعض الوقت في هذا الإطار. أعتقد أنه هذا المسار مهم حضرتك للتأكيد على وجود الخيار المباشر لعملية السلام، على اعتبار اننا ما زلنا نقول ان السلام خيار استراتيجي، وبالتالي هي رساله طبعا للامم المتحده والى القوى الدوليه والى الرعاه الدوليين، انه كما تعلم حضرتك في رباعيات دوليه، والرباعيه الدوليه لا تضم امريكا فقط، وبالتالي دخول الرباعيه الدوليه على الخط من خلال الامم المتحده امر مهم للغايه في هذا التوقيت، ولأنه المرحلة الانتقالية قد تطول لبعض الوقت، ربما أخذت بعض السنوات، لكن إذا توفرت الإرادة السياسية. البيان المنامة كان واضح، وأعتقد أنه رسالة مهمة، وربما تتقارب هنا حضرتك بعض الرؤى والأفكار التي طرحت على لسان القادة العرب
وأكدت عليها مصر. مصر هي التي دعت إلى فكرة حل الدولتين والتركيز على المقترحات المصرية المباشرة في عملية التهدئة وصولا إلى فكرة أو مقاربة حل الدولتين، لأنه بدون حل طبعا حل الدولتين لن يهدأ الإقليم حضرتك، وسيظل حالة التوتر موجودة في الإقليم. أعتقد أن هذه الرسالة المهمة، أن لا تزال الدول العربية تطالب بتنفيذ الاستحقاقات الدولية المؤجلة والتي عطلت لسنوات طويلة، وآن الأوان حضرتك لطبيعة ما يجري في الإقليم، لأنه ارتدادات حرب غزة حضرتك تتشمل الإقليم بأكمله. يعني لا أحد يتصور أنه هذه الأفعال والممارسات الإسرائيلية الغير مسبوقة سيكون لها تأثيرها على أمن الإقليم، وبالتالي أنا أعتقد أنه التأكيد على ثوابت الأمن القومي العربي، التأكيد على رسالة القمة العربية اليوم، الحضور القادة والزعماء وملوك ورؤساء الدول أيضا في رسالة مهمة، نقلت رسالة إلى الطرف الإسرائيلي وللطرف الأمريكي وبطبيعة الحال الأطراف المعنية. كان في حديث دائم من القادة العرب كلهم حول ضرورة تحميل المجتمع الدولي، وإشارة واضحة طبعا لدور الولايات المتحدة زي ما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه أقرب الأصدقاء لم يستطع لجم إسرائيل بهذا التعبير يعني. وكانت كلمة الرئيس السيسي أيضا تشير إلى العجز الدولي في ذلك يعني. المعظم تكلم على هذه النقطة. هل تعتقد أنه القمة قادرة على تحريك المجتمع الدولي شوية، خاصة كان حاضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؟ أنا أعتقد حضرتك في فرصة ذهبية أتاحتها القمة اليوم، وأتاحتها طبعا مصر من خلال كلمة السيد الرئيس في هذا السياق، هو تحميل المجتمع الدولي. يعني لا أريد أن أقول التخاذل، لكن بطبيعة الحال الحال الراهنة بمعنى التواطؤ الدولي فيما يجرى، لأنه الأمم المتحدة وأمنها لم يفشلوا فقط، لكن بطبيعة الحال عجزوا عن مواجهة الجانب الإسرائيلي، لأنه كما تعلم حضرتك الإسرائيل شيطنة الأمين العام وشيطنة الأمم المتحدة ووكالتها، بالتالي وتطالب بوكالات بديلة. وبالتالي أنا أعتقد إشارة السيد الرئيس جاءت في محلها تماما، ورسالة بليغة إلى من يهم الأمر، أنه بطبيعة الحال أن هناك أطراف يعني تسعى إلى استمرار الوضع الراهن بهذه الصورة، وفشلت وعجزت أمام السلوك الإسرائيلي الإجرامي في قطاع غزة، وأنه أنا الأوان للمجتمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة باعتبارها مسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين أن تقوم بدورها في هذا الإطار. طبعا مسارات هذه الإجراءات ترتكز حضرتك على نصوص المقررات الشرعية، وفي يعني تدابير ربما تأخذ بعض الوقت، لكن الأهم الآن هو عدم تغيير البعد الديموغرافي في القطاع. وهنا طبعا الكلمات أكدت على حدود 4 يونيو عام 67 والاعتراف بمبدأ حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، وده كان يعني في مجمل كل كلمات القادة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. فاصل ونرجع نواصل مع حضراتكم، والحديث ما زال مستمرا عن قمة المنامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين
رئيس القمة العربية، الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة، وأعرب عن التقدير لوجود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة. الحضور الكريم، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، والسعي لتهجيرهم قسريا، واستيطان أراضيهم، واستعجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتموا، منهم عشرات الآلاف في غزة، ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة. بينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين. ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها. كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب. إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية، وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا أمام قادة وزعماء الدول العربية أوجه نداء صادقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار
فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر. وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها أمال المستقبل فوق آلام الماضي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مرة تانية، مكملين معاكم الحديث حوالين انعقاد دورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية والقمة العربية بحضور القادة والزعماء العرب في المنامة. بنوصل لحضراتكم كل ما جاء في القمة، بنشوف الزوايا المختلفة كمان بعد صدور البيان الختامي واللي قلنا لحضراتكم يمكن أبرز ما جاء فيه. هنروح لتحليل شامل القمة ومخرجاتها وإمكانية رؤية نتائج واقعية على الأرض بعد النقاط اللي جاءت في البيان الختامي للقمة العربية. اسمحوا لنا كمان نرحب في فقرتنا بسيادة السفير رخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. منور يا فندم، شرفتنا كعادتك دائما. لا أهلا بيك. وطبعا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وطبعا الخبير المخضرم. أهلا بك حضرتك دائما وعزيز علينا. أهلا بحضراتكم. يعني هبدأ مع حركة سيادة السفير، كانطباعات أول إيه أولا قبل الدخول في التفاصيل، انطباعاتك إيه مع صدور البيان الختامي والإعلان عن انتهاء أعمال القمة؟ انطباعاتك إيه الأول إيه؟ يعني هو الانطباع إن ده في حدود الممكن والمتاح في ظل حالة يعني الخلافات العربية وعمل صيغ كلها توافقية بحيث انها ممكن ما فيش دولة او اخرى تعترض عليها، بحيث انها تبقى صيغ. وفي نفس الوقت يعني برضو تبقى بتشير الى ان في اهداف معينة مطلوب تحقيقها، افكار زي افكار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اقامة علاقات دبلوماسية معها، ضرورة وقف اطلاق النار فورا، كل ده مطالب موجودة ومطروحة. لكن طبعا الانطباع ان ما فيش آلية تنفيذية، وده بيبقى يعني نقطة ضعف شديدة في اي بيانات او اي قرارات، انها لا تقرن بآلية تنفيذية او بآلية عقابية اذا لم تستجب الطرف الاخر لهذه المطالبات. فهنا ده آلية تنفيذية كده زي ما كنا بنشوف قبل كده مثلا وتشكيل لجنة مثلا عربية كانت بتسافر الدول العالم المختلفة زي قرارات القمة قبل كده مثلا للدعوة لقضية معينة أو الدعوة لمؤتمر أو غيره، ولا ماذا تقصد بالآلية التنفيذية؟ لا، آلية تنفيذية إن طيب زي لجنة القدس مثلا، إذا لم تستجب إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار، ولدينا قرارات من مجلس الأمن ومن الجمعية العامة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار. طيب إذا لم تستجب، وهي لم تستجب، مطالبتها أنها تستجيب، ماذا نفعل؟ لابد أن يكون في عقوبة، وإلا ما الذي سيرغم إسرائيل على الاستجابة؟ هو ده اللي بتفتقر إليه جميع المطالبات اللي بتطلب بيها القمة العربية. الحاجة الثانية أن في مطالبات مرتبطة أساسا بإرادة أطراف أخرى. هل يتصور بأي شكل من الأشكال أن الحكومة الإسرائيلية الحالية توافق على مؤتمر سلام؟ اطلاقا بتقول هو الطريق الوحيد هو المفاوضات المباشرة. الأمين العام للجامعة العربية في كلمته في الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب قال ان طريق المفاوضات المباشرة طريق عبثي لا طائل من وراءه، ولذلك لابد من مؤتمر دولي. طيب من الذي سيعقد المؤتمر الدولي؟ وهل ستستجيب إسرائيل؟ هل الإدارة الأمريكية المشغولة بالانتخابات اللي اقتربت لديها وقت قبل فبراير القادم انها تتفرغ او تنظر في هذا الموضوع؟ بعدين بالحديث عن المؤتمرات الدوليه، هو اصلا نتنياهو
رافض لمسار أوسلو ورافض لمسار مدريد ورافض للجلوس للتفاوض، وحتى أصلا المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب بالرعاية المصرية كان اليمين المتطرف مش عايز أصلا وفود إسرائيلية تيجي القاهرة. هو اساسا رافض ان يكون في دوله فلسطينيه يعني ابعد من ذلك كله. بالظبط. يعني في النهايه هو رافض. يعني في وزير الحرب ايزنكوت وده كان رئيس الاركان قبل كده قدم خطه وانا علقت عليها، كتبت علقت تعليق عليها، بيقول ان احنا بعد 5 سنين من وقف القتال من الممكن ان ننظر في اعطاء الفلسطينيين حكم ذاتي اذا كانوا صالحين لذلك بعد 5 سنين من وقف القتال. ادي موقف الحكومه الاسرائيليه الحاليه واعتمدها مجلس الحرب الاسرائيلي. طيب يعني هل هناك عقاب لاسرائيل على ما ترتكبه من جرائم؟ لا. هل هناك عقاب لاسرائيل لرفضها تنفيذ قرارات محكمه العدل الدوليه؟ لا. فهنا ما الذي يرغم اسرائيل؟ وهاجر حضرتك للنقطه دي، بس اسمح لي كمان نشرك معنا الدكتور حسن. يعني النهارده من خلال اليوم كله وانا بستمع لتحليلات مختلفه، البعض كان بيذهب له انه القمه دي كانت قمه هادئه ما فيهاش مناوشات او احتكاكات زي بعض القمم اللي شهدناها سابقا، وكان فيها قدر من الهدوء وبانك وان كان في الشكل العام انه في اتفاق على القضايا بشكل رئيسي. لكن البعض بيقول وزي ما قال برضو القاده العرب ان هي توقيت بالغ الدقه والحساسيه وشديد التعقيد. كان البعض ينتظر قرارات على الأقل تستطيع الإسهام ميدانيا في وقف الحرب ميدانيا أو على أرض الواقع. حرك بتميل أي شوف أنا هقول لك يعني كلمة واحدة ودي على مسؤوليتي الحقيقة يا أستاذ حسام. يمكن سيادة السفير يعني طبيعة الدبلوماسية يعني غالبة أكثر يعني، فأنا هقول أنه هذه القمة أقل من التوقعات. كان متوقع انه يبقى فيه قرارات وبيان اكثر قوه الحقيقه. صحيح في ايجابيات اللي حضرتك اشرت اليها دي، فكره التوافق حول قضيه او بين قوسين حول كارثه انسانيه على الارض ما شفناش مثيل لها على مدار التاريخ، وبالتالي الخلافات مش هتبقى موجوده. جوتيريش نفسه بيقول كده النهارده، بيقول لم نسبق بالزبط. لم نرى مثلها في العقود الماضيه بالظبط كده. في توافق في توافق في اجماع على انه في كارثه وانه في عدوان، لكن ما فيش توافق زي ما سيد السفير قال كده على اليه لاخضاع اسرائيل لوقف هذا العدوان. يعني انا كنت اتصور برضو انه يبقى في ادوات ضغط. يعني مصر اعلنت انها هتنضم الى جانب جنوب افريقيا في محكمه العدل الدوليه في جريمه الاباده الجماعيه والاردن. طيب وليبيا اعلنت النهارده، بس تصور انه كان هيبقى في اجماع. الخطوة معنوية، أنا فاهم إن الخطوة معنوية لأنه إثبات الجريمة مسألة فيها صعوبة علشان تثبت النية لدى مرتكب هذه الجريمة، لكن على الأقل معنويا هيبقى في زخم ودعم كبير جدا للناس اللي بتتقتل دي في غزة. حاجة تانية، في دول كثيرة لها علاقات دبلوماسية ولها علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني، برضو ده أداة من أدوات الضغط. أنا أفهم جيدا طبعا المسألة مرتبطة بمصالح كثيرة جدا، لكن على الأقل إذا طلع البيان بهذا الشكل إن احنا والله نفكر في مسألة يعني إعادة النظر في بعض القضايا والمصالح المشتركة بيننا. هو اللي يهم إسرائيل إيه يا أستاذ حسام؟ اللي يهم إسرائيل إنها تبقى موجودة في المنطقة علشان تحقق بين قوسين اللي كانت بتقول عليه فكرة التنمية والسلام وغيره، هي بتخالف كل ده. طيب يبقى ردود الافعال لازم تكون على مستوى الفعل، على مستوى الجرائم التي ترتكب الان. انا اثني على كلام سيادة السفير فيما يتعلق بمساله مؤتمر دولي للسلام. يعني اذا كانت المفاوضات المباشره اساسا يعني او المفاوضات المباشره فشلت، كل الجهود المبذوله في هذا الاطار فشلت، تمام، هل متصور ان انت تعمل مؤتمر دولي تحت النيران؟ يعني الخطوه الاولى ان يبقى في وقف مستدام لاطلاق النار، وقف مستدام لهذا العدوان. الدماء اللي عماله تراق دي يوميا والناس اللي بتصاب دي بالالاف، 80,000 و35,000 شهيد، انت بتتكلم على اعداد لم تتحقق في التاريخ. طيب ازاي تيجي النهارده وتقول انا هقعد في مؤتمر دولي؟ طب من الذي يرعى هذا المؤتمر الدولي؟ برضه الولايات المتحده. طب ممكن اقول لحضرتك نقطه هنا برضه، بعض التحليلات سمعتها انه جامعه الدول العربيه في قمتها المره دي كانت حريصه على فكره
وجود المؤسسات والمنظمات الدولية. كان صحيح. عندنا الأمين العام، كان عندنا موسى فيقي والاتحاد الإفريقي، عندنا جامعة الدول العربية، وفي رؤيتهم أنه قد تكون وجود هذه المؤسسات الدولية الكبرى، كمان ممثل الرئيس الروسي طبعا من يحضر بصفة المراقب، يعني كان في محاولة زخم ما يسهل يمكن الطريق لفكرة عقد مؤتمر دولي، ولا يعني ليس كافية؟ خلينا يعني فكرة المؤتمر الدولي الحقيقة أنا لي عليها بعض التحفظات، لأنه يعني مسألة إجراءها في الوقت الراهن مسألة يعني محتاجة وقت طويل أو محتاجة أجندة ومحتاجة إعداد وترتيبات وتحديد الأطراف المشاركة وتحديد الأطراف الراعية لهذا الموضوع مسألة، لكن وجود المنظمات مهم، يعني وجود منظمات دولية مهم رغم أنها أثبتت فشلها. يعني انت النهارده لما تيجي تتكلم على الامم المتحده ومجلس الامن، هو مين اللي بيوفر الغطاء السياسي لاسرائيل لاستمرار هذا العدوان؟ مش الفيتو الامريكي اللي موجود؟ اذا التركيبه نفسها اللي موجوده التسع اعضاء اللي لازم يوافقوا على القرار من بينهم خمسه دائمين، هذه التركيبه اللي بتحكمنا من 45 لغايه النهارده لا محتاجه اعاده نظر مره تانية. لكن على الاقل على الاقل انت تضع هذه الاطراف جميعا للمره المليون امام مسؤولياتها، امام مسؤوليات عسى في لحظة من اللحظات أنها تستطيع أن تحقق هذه المهام المطلوبة منها. طيب سيد السفير، برضو السيد الرئيس أشار النهاردة لفكرة العجز الدولي بشكل واضح، وكان حريص على فكرة تحميل المجتمع الدولي والمؤسسة الدولية مسؤولياتها القانونية على الأقل فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني. ويمكن البيان الختامي ذهب إلى إمكانية كمان الدعوة إلى قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية، وكلمات القادة كلها ركزت على فكرة الازدواجية في التعامل. احنا قبل القمة يمكن بأيام كان في اعتراف من 142 دولة في الأمم المتحدة بفلسطين، لكن برضو قدامنا العائق والفيتو الأمريكي للأسف من المتحققات المبكيات، يعني انه إرادة 142 دولة. فواحد بيسمع دلوقتي بيقول طب احنا هنعمل ايه يعني هنعمل ايه؟ طب ما احنا روحنا لجأنا لكل المؤسسات الدولية، وادي القمة بتتحرك في موقف جامع أمم متحدة، طب ما احنا نعمل ايه؟ حضرتك بقى في شق الدبلوماسي، هو دايما في توازي بين استخدام القوة الناعمة وبين استخدام القوة القانونية والسياسية. يعني احنا او المجتمع الدولي زي ما ذكرت في 143 دولة مقابل 9 دول منهم 5 دول محدش يعرف هي فين، كيرباتي يعني وباولو جزر مش عارف ايه ونيو جيني وحاجات زي كده، فهنا بربادوس حاجات كده. ده تحدي للولايات المتحدة الأمريكية ان هي الوحيدة اللي أوقفت القرار، سيعاد لأن القرار اللي صدر من الجماعة العامة للأمم المتحدة بيدي مزايا لدولة فلسطين. يعني كان الأول بتدعى كضيف، القرار أنها يكون لها مكان دائم وفقا لأبجديتها كما باقي الوفود. الناحية الثانية أن من حقها تقدم مقترحات لتعديل أو إضافة بالحذف لمشروعات القرارات. الحاجة الثالثة أن هي تستطيع أن تدلي ببيانات نيابة عن مجموعات إقليمية تطلب منها أو تكلفها بذلك، ما كانش موجود قبل كده كل ده. الحاجة الرابعة ومهمة انها من حقها تشارك في جميع المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو اليها الامم المتحدة والوكالات التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، وهي كل الوكالات المتخصصة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، فقط ليس لها حق تصويت. القرار ايضا بينص على اعادة الطلب مرة اخرى لمجلس الامن. هل هنا لما يعاد لمجلس الأمن ولو الولايات المتحدة استخدمت الفيتو، هل هيستخدم مبدأ الاتحاد من أجل السلام بحيث أنه هو يعاد للجمعية العامة للأمم المتحدة وتتخذ قرار بصفتها بديل عن مجلس الأمن نظر أن دولة واحدة عطلت القرار؟ هذا احتمال وارد. هل الدول العربية ستدفع هي والدول التي أيدت مشروع القرار والدول الأوروبية التي ستعترف بالدولة الفلسطينية ستدفع في هذا الاتجاه؟ هو ده سيبان في الأيام القادمة، لأن في نص القرار أن يحال مرة أخرى إلى مجلس الأمن. بالنسبة للمجتمع الدولي في الإجراءات التنفيذية العملية، احنا عندنا مثلا في قرار صدر عن مجلس الأمن
بإرسال المساعدات وتزويد المساعدات وتعيين مشرفة دولية ذات درجة عالية اللي هي السيدة كاخ، ودي تشرف على تدخيل إدخال المساعدات ومرحلة قادمة إعادة الإعمار. لم تسمح إسرائيل بتنفيذ هذا طبعا. أين ضغط الدول العربية؟ ده لسه قتلين موظفين أمم المتحدة من كم يوم، ضربوا العربية إعادة إعمار بيحتاج 10 سنين عشان تشيل الركام. لا نقصد يعني قتلين 6-7 من الأدر. فين الضغط على إسرائيل حتى إنها تستجيب لهذا؟ وفين الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن في كل الواضح في كل جولات بلينكن في المنطقة إن هو لم يسمع ما يزعجه، يعني ربما سمع مطالب ولكن ليس بالدرجة التي تجعله يتخذ إجراء يضغط به على إسرائيل. طب وإيه اللي يزعجه؟ اللي يزعجه فرض عقوبات على إسرائيل. النهاردة نتيجة اللي بيعملوه الحوثيين عقوبات أممية هيكون صعب. هقولك اللي بيعملوه الحوثيين أدى إلى أن ميناء إيلات تنخفض فيه الحركة بنسبة 80% ويستغنوا عن 120 موظف، ثم هيستغنوا عن موظفين آخرين ويستبعدوا عنه بخط شاحنات من الإمارات عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل، ويستغنوا عنه بتكلفة أعلى عن طريق البحر الأبيض. أدي نتيجة اللي عمله الحوثيين. تركيا أوقفت التعامل التجاري. طب إذا كانت الدول العربية فين؟ فالولايات المتحدة، وبلينكن مرة راح لتركيا فأردوغان قال له أوقف إسرائيل وأوقف القتال وأنا أوقف كل شيء، لم يعود مرة أخرى إلى تركيا. فهنا إحنا الدول العربية عليها دور لم تقم به والقمة لم تقرره. فبالتالي هنا هيظل الوضع في حدود زي ما قلت الممكن. الممكن والمتاح هو العمل السياسي والقانوني وعن طريق المنظمات الدولية اللي مندوب الإسرائيل مزق مساقها وقال دي منظمة بتحابي الإرهاب وضد السامية. أدي موقف إسرائيل يعني منتهى الجرأة أن إسرائيل اللي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنشأتها واشترطت عليها أنها لابد أن توافق على قرارين حتى تنضم للأمم المتحدة. القرار الأول إنشاء دولة فلسطينية، القرار الثاني قرار عودة اللاجئين وتعويضهم عما أصابهم من أضرار. ولم تقبل إسرائيل في الأمم المتحدة إلا بعد أن وافقت على القرارين. أين الدول العربية في تنفيذ هذين القرارين؟ الدكتور حسن كان عايز يعلق، وحضرتك قلت أن المشكلة يمكن قبل ما نخش أنه إحنا اللي بنتحمل كل الضغط العبء الأكبر، وكان في إشارة كمان لإدانة سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. بس إحنا كمان عندنا دلوقتي مينا بيتعمل في غزة قرب على الانتهاء. صحيح. والنهاردة في تصريحات إنه خلاص almost finished. صحيح. وبيقولوا بس إحنا ما عندناش قوات أمريكية في الداخل، لكنه الموضوع نفسه ريحته وحشة. طبعا. فحركة تعلق طبعا. لا يعني شوف، يعني انا هعلق على ثلاث حاجات يعني. اولا يعني الكلام اللي بيقوله سيادة السفير مهم جدا، ان هو الدور العربي يعني خلال الفترة دي اعتقد ان هو كان بياخذ مستويين. مستوى اتصالات سياسية من خلال اللجنة بتاعت لجنة الاتصال العربية الاسلامية، يعني كان في زيارات للوفود لدول يعني كبرى تستطيع ان تضغط، لكن النتيجة زي ما احنا شايفين استمرار العدوان، لانه ما استخدمناش برضو، انا مصر على ده، ان احنا ما استخدمناش الادوات التي تمتلكها بين قوسين الكتلة العربية. وهنا انا بقول الكتلة العربية لان لها ثقلا ووزنا. اذا ارادت تستطيع زي. بالفعل عندها مصالح كتير مع الدول الكبرى، مصالح اقتصادية ومصالح سياسية ومصالح عسكرية، يعني عندها حاجات كتير قوي تستطيع ان تستخدمها. تمام. عندها ادوات كثيرة تستطيع ان تستخدمها، لان الدول الكبرى مش هتستطيع تعادي يا حسام 55 دولة. يعني انت بتتكلم في كتله كبيره قوي عربيه واسلاميه، كل الدول انت يعني ده عدد كبير وعنده موارد. تمام. وفرص واسواق واستثمارات وصادرات وواردات وحركه تجاره وكل ده، كل ده الحقيقه هياثر. لسه سياده السفير بيتكلم على الحوثيين وتاثيره على التجاره في ميناء ايلات، يعني ده احد الحاجات اللي موجوده. لا، والاشاره كمان ان الصراع ده لو توسع هيطلق كل طبعا المصالح، يعني الامريكان مش جايين يعني عقبا ما ده ضد المصالح برضه، يعني مفيش ادراك للجزئيه. النقطه الثانيه اللي حضرتك اشرت اليها انه احنا بنتحمل العبء الاكبر، الحقيقه احنا متحملين عبء كبير جدا.
مش بس من 7 اكتوبر لغايه النهارده، لا انت في دور مصري كبير جدا داعم للغزيين وداعم للقضيه واضح كمان. ويمكن الرئيس السيسي اكده في الكلمه النهارده، يعني انا عايز اقول لحضرتك انه كلمه الرئيس السيسي هي كلمه موجزه لكنها كلمه واضحه وكلمه حاسمه وكلمه قويه. عايز اقول لك انها اقوى الكلمات التي قدمت في هذه القمه لانها حددت المسارات، هي خيارت المجتمع الدولي كله ما بين مسارين، اما مسار السلام او مسار الفوضى، وعلى المجتمع الدولي ان هو يختار باستمرار معاداة القضية الفلسطينية وباستمرار دعم اسرائيل وتبني السردية الاسرائيلية. بالتأكيد هو بيختار طريق اخر عواقبه على الكل وخيمة. هو قال سياسة حفة الهوية، سياسة حفة الهوية دي بتمارسها الحقيقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لانها دايما توصلنا لمنتهى الجبل، خلاص انت هتتحدف من الجبل ده يعني تمام، علشان تحصل على مكاسب. هي الضغوط الموجودة والعملية العسكرية الموجودة في رفح ما هي نوع من انواع الضغوط عشان يحقق مكاسب سياسية. المسألة اصبحت مرتبطة بمصلحة نتنياهو الشخصي، لاستمرارية بقائه في السلطة، مش مسألة بقى بين قوسين امن اسرائيل والكلام ده كله. لا ده عايز على لبست العمة كمان، بيقول لك الشعب الغزاوي مختطف من مصر. طبعا 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 خلاص بقى، يعني التصريحات تجاوزت كل شيء وتجاوز الخط الاحمر اساسا. يعني تجاوز حتى في التصريحات والتصرفات. البيان الختامي بتاع القمة يا أستاذ حسام، أنا أتصور أن هو كان بيخاطب بين قوسين دولة رشيدة إسرائيل يعني تمام، يعني على أساس أنها هتستجيب ويبقى فيه يعني متطلبات سياسية. هذا الكلام مش صحيح على الإطلاق. أنت تتعامل مع فرد أحمق، أنت تتعامل مع فرد متهور، وضع القوة على حساب القانون. كانت عندنا إشكالية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسيادة السفير عارف، القوة اللي بتحكم العالم ولا القانون؟ اكتشفنا دلوقتي ان القوة مش القانون، القانون ملوش اي دور النهاردة تمام الحقيقة. يمكن له ضغط معنوي، لكن على الارض لا، بيضرب عرض الحائط بهذا القانون، واول واحد بيضرب به هو اسرائيل. يعني حتى سيادة السفيرة دميرة نجم كانت معايا من كام يوم وقالت لي يعني فيما يبدو ان المحكمة الجنائية الدولية كمان بيمارس عليها ضغوط طبعا كبيرة. رغم ان اسرائيل والولايات المتحدة لا تعترفان بالولاية، يعني بالولاية القضائية بتاعة المحكمة، لكن كان قبل قوسين او ادنى من اصدار مذكرة اعتقال، بس يبدو انه في ضغط شديد. نيجي بقى للرصيف، ودي اخر نقطة يمكن هعلق عليها، الرصيف البحري. هو من البداية كده الاول كان يعني فكرة تبييض وجه الولايات المتحدة، انه والله الشمال ده يا جماعة ما عندوش يعني امكانية انه يحصل على المساعدات، فهاتوه من قبرص اللي هي تقعد لها كام ساعة وكم يوم علشان توصل المساعدات من قبرص، تكون المساعدات باظت. دي حاجة. الحاجة التانية تمام، انه هذا الرصيف هو فرصة في اطار هذا الضغط المستمر بتحويل غزة الى بقعة غير صالحة للحياة، ما فيهاش اي مقومات حياة، انه والله طب يا جماعة طب ما نركب المراكب ونروح اي مكان تاني. ما هو ده كان الهدف الحقيقة. انت ما قدرتش تطلعهم في اتجاه رفح وتدخلهم الاراضي المصرية، لان الدولة المصرية كانت واضحة وحاسمة، واسرائيل لها من الخبرات مع الدولة المصرية سياسيا وعسكريا الكثير اللي يخليها تفكر 100 مرة قبل ما تدخل في صدام مباشر مع الدولة المصرية. فخلاص ده الخط ده اتقطع، فندور على مخرج تاني. المخرج التاني ده اكزيت 2 ده هو عبارة عن الرصيف البحري ده، ان الناس والله اللي عايز احنا هنقدر نساعده وينتقل الى قبرص، ولا نعمل لهم جزيره تمام في المحيط، ولا نعمل لهم جزيره في البحر المتوسط، ايا ما كان هذا الامر. المهم ان احنا نخلص من اكبر عدد ممكن، لان الهدف هو تصفيه هذه القضيه الفلسطينيه وتقليل العدد اللي موجود من سكان القطاع علشان نقدر نوفر لهم اداره. مين اللي هيحكم القطاع ده يا استاذ حسام اذا توقفت الحرب؟ ودي احد اسباب كمان استمراريه اطاله امد الحرب. هل هنديها الحماس؟ طب اسرائيل رافضه الكلام ده وبتعلنه. طب هنديها للسلطه الفلسطينيه؟ طب هنديها لمين؟ هنديها ليه يعني قوات عربيه؟ قالوا الامارات، فالامارات ردت قالت احنا مالناش دعوه، مره قالت اداره مشتركه مصريه برضو مصر يعني رفضت. مين اللي بيحدد الدور يا جماعه؟ دي ارض محتله في معبر رفح، والقصه يعني دي يعني غريب ان انت بتحدد للفلسطينيين اصحاب الارض، بتحدد لهم مستقبلهم، في حين ان انت بتسالهمش هم شخصيا عايزين ايه. تمام يعني وقف الحرب والناس تقعد على مائده المفاوضات في النقطه اللي انتهت فيها الحرب، انا موافق تمام، بس يبقى في اجندات ويبقى في وضوح في المواقف ويبقى في دعم موجود ويبقى في رعايه موضوعيه، بدلا من الكيل بمكيالين اللي احنا بنشوفه ده من المجتمع الدولي كله وفي مقدمته الولايات المتحده اللي بعتبرها مباشره شريك مباشر في هذا العدوان الاسرائيلي المستمر على سكان القطاع. امين عام جماعه الدول العربيه قال نصا يعني حتى الولايات المتحده اقرب الاصدقاء لم تستطع لجم اسرائيل. استاذنكم نروح فاصل سريع ونرجع نوصل الحوار.
بحضراتكم مره تانية، ولسه مشرفنا في الاستوديو ست السفير رخاء احمد حسن مساعد وزير الخارجيه اسبق، وهي الدكتور حسن سلام استاذ طبعا علوم سياسيه في جامعه القاهره، منورنا. وكنا بنتكلم بما انه كمان البيان الختامي اشار الى ادانه القوات الاسرائيليه واحتلالها لمعبر رفح، اول عمليه المزمع عملها طبعا في رفح زي ما بيقول الجانب الاسرائيلي. ومرة اسرائيل تقول لا احنا هيفضل معبر احنا اللي نديره، ومرة يقول لا طب نديره مع مصر فمصر ترفض، وبعدين مرة تاني يقولوا طب مصر يعني طب نجيب الامارات هتديره معانا، فالامارات تقول لهم لا ده تبجح منكم مش انتوا اللي تقولوا. وده بقى بعد كله يجي كمان تصريحات لنتنياهو بيحملنا احنا مسؤولية الانسانية لقطاع غزة. حضرتك كان ليك تعليق قبل وانا ليه؟ اولا تعليق على استمرار الحرب. يعني استمرار الحرب طبعا اعلاميا بيتم تشخيصه ان هو نتنياهو باعتبار ان هو يهرب من محاكمة مزدوجة، محاكمة على الجرائم السابقة وجرائم ان هو ما قدرش يصد او يتنبأ بعملية طوفان الاقصى. لا، كل الاستطاعات الرأي في اسرائيل 62% من الرأي العام الاسرائيلي مع استمرار الحرب. حتى المظاهرات اللي هم أقارب وأباء ومؤيدي الإفراج عن الأسرة يقولوا فرجوا عن الأسرة وبعدين حرب. المظاهرات الثانية جزء ضد نتنياهو شخصيا باعتبار أنه هو متعجرف وليس ضد الحرب، وجزء ثاني مع لبيد اللي هو رئيس الوزراء السابق. ده لان هو عاوز يجمع الاسقاط نتنياهو. نتنياهو لن يسقط الا في الكنيست في البرلمان، هو له لغايه دلوقتي 66 صوت مؤيدينه. فبالتالي ده انتاج برضه المجموعه المتطرفه في اسرائيل عملت عمليتها كمان في بالنسبه للجمهور والشعب غير كمان القياده للاسف. يعني انا بتكلم على الصوره اللي فيها القرار مش اللي انا بتمناه. وهو انا بتمنى اشياء لكن الواقع بيقول حاجه ثانيه، فهنا ده الواقع. بالنسبة لمعبر رفح من شهرين أو أكتر، أو معلش أنا آسف المقاطعة، البنتاجون نتوقع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام، خبر عاجل على القاهرة الإخبارية. ما هو الرصيف المغرب، نسميه الرصيف المغرب. فبالنسبة لمعبر رفح في آيزنكوت قال قبل كده، وده وزير أساسي وكان قائد أركان، إن من شهرين ونص لابد من السيطرة على معبر رفح وإغلاق الحدود مع مصر حتى نستخدم المساعدات للضغط على المقاومة الفلسطينية، هو بيقول للإرهابيين الفلسطينيين. فده هدف لإسرائيل. النهاردة أصبحت مسيطرة على كل قطاع غزة، ما فيش مساعدات تدخل، لا تسلم للأونروا ولا تسلم للإدارة اللي كانت مسؤولة عن حماس. دول هدفين أساسيين لإسرائيل وحجزها وتسليمها لهيئات هي تختارها. ادي السبب، فهي عاوزه ان مصر تنسق معها في ادخال المساعدات. الى من ستسلم؟ مصر ترفض ان هي ما تسلمش لأونروا او لكل الناس. يعني خاصة ده احنا بقى لنا كام يوم بنشوف مشاهد مروع للمستوطنين وهم بيرموا الحاجات وبيولعوا فيها، مر 9 أيام والمعبر مغلق. فهنا إسرائيل ده خطة ليها. مسألة بقى تقديم مقترحات، في حاجة يعني في السياسة إن أنا أقدم لك مقترح وأنا عارف جيدا إنك أنت هترفضه وأبان إن أنا قدمت مقترح والله أنا مش عاوز أسيطر عليه. طب اتفضل، أدي شركة أمريكية وهي متفرعة من بلاك ووترز، الشركة الأمريكية الإرهابية اللي كانت في العراق. طيب بلاش شركة أمريكية، اعملوا لجنة ثلاثية، ده الدول العربية بترفض. طيب اهو، طب انا اعمل ايه؟ فهنا ده خطة وتكتيك اسرائيلي مكشوف جدا، ان يقدم لك اقتراح وعارف انك هترفضه. هدفهم هو السيطرة على معبر رفح وسيطروا عليه. فبعد كده يقول لك انا ادخل من معبر إيرتس واعمل معابر اخرى على الشريط الحدود اللي ما بين غلاف غزة وقطاع غزة، واللي هو الميناء البحر العائم المؤقت يجيب مساعدات وياخد مهاجرين فلسطينيين. فأدي اللعبة الإسرائيلية الأمريكية اللي بيعملوها. طيب
الدول العربية أو الأمم المتحدة هتعمل إيه؟ كلهم موقفين مكتوف الأيد. فهنا محتاجين زي ما قلت آليات تنفيذية، بمعنى أن الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج العالم العربي، تحتاجه بقوة، وهي بدأت ترجع تاني، اكتشفت أن مسألة تخفيف وجودها في العالم العربي مش انسحابها، تخفيف وجودها ده خطأ، وانها لابد ان تعود، لان بدات ادت مجال لروسيا والصين ان هم يحتلوا بعض مواقف، مش هيكونوا بدلاء عنها، ولكن هيكونوا بيقدموا بديل في بعض المساعدات، في بعض الخبرات. وشفنا في القمه الصينيه السعوديه العربيه الخليجيه ان هم الصينيين عرضوا انهم يعملوا مفاعلات نوويه لاغراض السلميه للسعوديه. النهارده امريكا بتقدم بالعرض العكسي والسعوديه متجاوبه. بوتين في الصين النهاردة بالمناسبة. دكتور، يعني فيما يبدو انه الخطط الاسرائيلية مازالت سارية المفعول لغاية دلوقتي. طيب يعني حضرتك شايف ازاي مع تقريبا الاعلان عن يعني وصول المفاوضات لسد، ومع خروج بقى نتائج القمة، ايه المعطيات اللي عندنا نبني عليها الفترة القادمة، ولا احنا يعني ولا هي الامور خرجت يعني انا مش عارف الحقيقة يعني. ما والله يعني نروح فين، نكلم مين، نلجأ لمين؟ انا بس الموضوع غريب جدا. موضوع استطاعات الرأي اللي اثاره يعني سيادة السفير هو مسألة مهمة طبعا، لكن الرقم ما بيتاخدش اجمالا، يعني الرقم لابد من تفصيله، يعني اعمار الناس اللي بتؤيد دي شكلها ايه، التيارات السياسيه بتاعتها شكلها ايه، يعني تشريحه مهم طبعا. لكن في نفس الوقت عنده مشاكل، يعني نتنياهو عنده مشاكل، عنده مشاكل داخليه، وكان عنده مشاكل قبل 7 اكتوبر، يعني كان عنده مشاكل قبل 7 اكتوبر. طبعا استطلاعات راي شغاله لان هو بيزايد على فكره الامن يعني بتاع اسرائيل. النقطه اللي حضرتك بتثيرها الحقيقه بتشير ان احنا في مفترق طرق، يعني كنا في لحظه من اللحظات كده، يعني مفاوضات القاهره اخيرا كانت احيه الامال ان احنا خلاص قربنا من الهدنه، واحد الطرفين اعلن موافقته في نفس اللحظه اللي اسرائيل ابتدت فيها بقى او استمرت فيها اسرائيل في فكره المراوغه والعمليه العسكريه اللي هي فرض الامر الواقع. طيب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ ايه الحل قدامنا؟ اعتقد انه الاستمرار في النهج الدبلوماسي والسياسي مطلوب، يعني انت لا تتوقف. انا بتكلمش بس على مصر، انا بتكلم على الزخم العربي، يعني الدور العربي اللي اتكلم عليه سيادة السفير مطلوب ان هو يعني مزيد من الدعم، مزيد من التحركات. الشهر ده اخره اسبانيا، سلوفينيا، مالطا، واكتر وبعض الدول في الترندات وتوباغ، يعني بعضها اعلن الاعتراف وبعضها اعلن الاعتراف. ان انت ده مسار برضو تحقق الزخم ده، لانه 143 دوله، احنا لسه بنتكلم على 143 دوله شافوا ان فلسطين مؤهله انها تاخذ العضويه الكامله داخل الامم المتحده، وقرار الاتحاد من اجل السلام اللي اشار اليه يعني سياده السفير بخصوص الحرب الكوريه والكلام ده وامكانيه تفعيله، ده محتاج دور. يعني اذا المسارات السياسيه مطلوبه والمسارات القانونيه ايضا مطلوبة، لأنه احنا حسمنا المسألة انه لن يتحقق الامن ولن يتحقق السلام بالحلول العسكرية او الحلول الامنية. مصر كانت واضحة حتى في هذا الامر انه استخدام القوة مش هيحقق الامن ابدا ولا هيحقق الاستقرار، بالعكس انت كل ما بتتوسع في العمليات العسكرية وفي العدوان الحقيقة بتوتر المنطقة اكتر وتضع المنطقة على صفيح ساخن. تمام، انت محتاج ان انت يبقى في توحد في الرأي، يبقى في وحدة في الرأي العربي، يبقى في قدره على استخدام ادوات الضغط الموجوده، على الاقل كان انضمام كامل طبعاً في محكمه العدل، كان حظه وحظ مصر، وكنا قدره على استخدام ادوات الضغط اللي دوله تضغط تظهر مواقف اكثر قوه، معلش يعني انا اسف، اكثر قوه تمام، علشان يبان ان الكتله دي كلها متوافقه ولديها من ادوات الضغط الكثير. تمام، التواصل مع الولايات المتحده مهم، مش التواصل مع نتنياهو الحقيقه، وده برضو يعني وجهة نظري الحقيقة، انه الدولة التي تستطيع ان توقف الحرب، وانا ما بسميهاش حرب، العدوان الحقيقة في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي الولايات المتحدة. وما زلت مصر على انه الخلاف المفتعل المعلن ما بين نتنياهو وما بين بايدن هو للإلهاء. هو ده هو قال لك حلقة مفرغة نفضل ندور فيها، ده هو بعد يوم ما قال لك مش هنديلهم قنابل، راح ادالهم سلاح مليار دولار. ففي يوم يقول لك مش هنديهم قنابل، يوم اللي بعده هنديهم مليار دولار. لا مش هنديهم قنابل، هنديهم صواريخ. غير المخازن المكدسة هيستخدموا في ايه هذا السلاح؟ تمام،
فكرة توازن القوى والكلام ده كله احنا بنضغش فيها دلوقتي. احنا بنتكلم على استخدام هذا السلاح امام مدنيين عزل من نساء واطفال. خلي بال حضرتك هو مش عايز اجيال جديدة من الفلسطينيين تطالب بهذه الارض المحتلة منذ سنوات. بالتأكيد احنا محتاجين تحرك وتحرك سريع لحقن دماء الفلسطينيين. بالاضافة لامر اخر اللي بعتبره دايما من ادوات الصمود فكرة انفاذ المساعدات. سيادة السفير أشار إلى قرار أممي ما تنفذ لغاية النهاردة. مصر أصرت على مدار السبعة أشهر أنها تدخل المساعدات. مصر أبدعت في المخيمات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصر أبدعت في الإنزال الجوي منفردة أو بالمشاركة مع دول أخرى. لكن كمان محتاجين أنه يبقى فيه ضغط أكتر من كده لأنه بعد شوية المسألة هتتحول إلى سياسة التجويع والحصار المستمر. على الأقل دعم الأونروا زي حلقة. أنا طبعا ختام حلقتنا تجاوزنا كمان الساعة العاشرة. فأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا نورتوني سيادة السفير رخا أحمد شكرا. حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق طبعا ضيف دائم وعزيز علينا نورت شكرا. دايما شكرا. وكمان طبعا الدكتور حسن سلامة أستاذ المستشفى جامعة القاهرة وضيف دائم عزيز شكرا. دايما شكرا. بنشكرك على كل آرائك وخبراتك. ختام حلقتنا بكرة نشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وحلقة جديدة من 90 دقيقة اللقاء.